سؤال ثاني من مشاهدي ساد 7، لماذا في هذا العام احتفل الغربيون بعيد القيامة بفارق كبير بالنسبة لاحتفال الشرقيين، حيث جرت العادة أن يحتفل الغربيون قبل الشرقيين بأسبوع واحد بينما تم الاحتفال قبله بأربع أسابيع؟ الغربيون ما عندهمش الصيام الكبير زي ما عندنا، ده بالعافية بيصوم، وحتى أكثر ناس يصوموا لو صاموا 40 يوم مش هيصوموا 55 يوم، يبقى دي فرق 15. فلو عرفنا الفرق كمان من 25 ديسمبر لسبعة يناير هيكملوا شهر. سؤال ثاني، من مشاهدي ساد 7 برضه بيقول: هل يمكن أن نصلي لأمور سلبية كما أن المسيح لعن الدين أو كما صلى إلي لاحتباس السماء، يقصد أن السماء لا تمطر؟ لا تطبق على نفسك ما يفعله المسيح أو ما يفعله نبي عظيم مثل إلي، خليك في مستواك. يعني المسيح لعن التينة بقوته الإلهية وفعلا يبست التينة، وإلي أن تمطر السماء إلا عند قولي، عند قولي، ولم تمطر. فأنت هتحط نفسك موضع الأنبياء؟ لا، أو موضع السيد المسيح نفسه، خليك في حالك ولا تصلي من أجل أمور سلبية.